مرحبا بكم على أصوات. رامي عياش عنده سعة صدر طبعا اكزاكتومون. حنايا عرفنا انه انت ما كتعصبش بالزربه، ولكن الا بدا شي واحد كيزن عليك وكيعاود لك حاجه بزاف ديال المرات تقدر تعصب. ما كنهضرش نعرفوا شكون هو الانسان اللي زن عليك اكثر وتعصبتي انت. حرام عليك. لا لا صح، سا ديماغ بيان. شوفي سا ديماغ بيان، الناس ما هاديش يعملوا. كنت عصب بس هلا ما بعصب كثير يعني. دابا معصب؟ ما معصبش هلا. مبسوط فيكم، الحمد لله. مبسوط بالناس، احلى ناس بالعالم، احلى جمهور بالمغرب، مبسوط فيكم كثير. شكون هما الناس اللي عزاز عليك تكون معاهم واللي ما عزازش عليك تكون معاهم؟ عزيز علي يكون مع الاحباب، واللي ما بيعزوا علي كثير هن الناس اللي بتضلها زعلاني. انا بحب الناس الرايقه كثير، ما بحب الناس اللي بتحب الناس الرايقه واللي بتفهم على طول واللي بتضحك على طول. داكو. شكون هو ولا شنو هو اكبر ريسك خديتي في حياتك؟ اكبر ريسك اخذته بحياتي دابا انه انا بتعلم الطيران، فما بعتقد انه في حد له 15 سنه بغني وبخاطر انه يعمل طيران، فاخذ ريسك كبير اني عم بتعلم الطيران هلا. وحده راسك. وكتعلم في الجو ولا في الارض؟ في الجو. في الجو. جو. شنو هي الحاجه اللي درتي وندمتي عليها؟ والو، عمري ما ندمت على حتى شي حاجه. لا 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 ابدا. وحنا وصلنا انه في موازين 2010 كنتي كتغني، حتى طلعت عندك واحد المعجبه على الحفله، وحتى في مراكش في واحد الحفله لدرجه ان الصوت ديالك تقج، وسمعنا انه ملي كتكون في لوتيل في المغرب في الريستوران اللي عندك بيان سور في المغرب كيبقاو المعجبات كيتسناوك في الباب. واش كيعجبك الحال؟ كثير يعجبني الحال، الحب حلو. الله يخلي كل الناس ويخلي لي المحبين. الله يخليك. الاغنيه اللي تمنيتي كل ما خرجتيهاش شنو هي؟ كل وقته يعني، ما عنديش مشكل اني ما خرج اغنيه دابا، ممكن نخرجها بعدين. شنو هي الاغنيه من الاغاني ديالك اللي تمنيتي يكون ما درتيهاش؟ لا لا ما فيش، انا ما بعمل اغاني بسرعه، بحب اخذ وقتي سنتين وثلاث سنين قبل ما اعمل اي اغنيه. وحنا سمعنا انك غادي دير دويو مع واحد المغني غربي معروف، فين وصلتي في البروجي؟ دابا نزل دويو مع بالي اللي هو انترناشونال سينجر، ودابا عم نحضر ديوهات كثير ان شاء الله. يا رب الله يجيب الخير. كاين ثلاثه الاغاني واجدين، وحده على الحب، وحده على السلام، وحده على الوالدين. شكون اللي تفضل تغني؟ الحب، لانه بتجمع السلام والوالدين مع بعض. انت كتجي المغرب بزاف، وسمعنا انه غادي يولي لبسك مغربي، واش بصح؟ نعم كتجي المغرب بزاف. نعم. وسمعنا انه لو ستيليست اللي غيولي لبسك سي ماروكان. لا، في كثير ستيليست ماروكان انا بحب اتعامل معهم، ودائما بيلبسوني وبيعطوني قفطان للرجال يعني بيلبسوه وبيطلع حلو، بس بشكل عام ويلكم امال ماهر. امال ماهر اللي كتلتحق بنا في الموروكو مول. مرحبا. مساء الخير امال. مرحبا بك معنا على اصوات وهذا البث المباشر. وحنايا اليوم مع النجم رامي عياش وامل ماهر الفنانه المصريه المرموقه اللي كتلتحق بنا اللحظه. مرحبا بك معنا في الموروكو مول، ومرحبا بك معنا على اصوات مباشره في ولاد البلاد شو. امل، اهلا بكم. سوري لسه متفاجئه بس. الحمد لله على السلامه. نورتي. الله يخليك بوجودك. اهلا بكم جميعا. اهلا بكم. رامي عياش عرفنا باللي عزيز عليك الطبخ المغربي وخاصه اللحم بالجلبانه والقوق. الله اكبر. اش هي الاكله المغربيه اللي انت كتعرف توجد؟ لا انت عندك ريستورون. وي. شنو هي الاكله اللي كتعرف توجد؟ شوفي، بحب الكسكس بال
الدجاج الكرعين لا الدجاج 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 بال سميتها بال زبيب محمد زبيب كتعبتو الزبايه لا ما بعرف اعمله انا انا ساندويش ما بعرف اعمله وتعرف ياكله بعرف بس بحب كتير وطعمه زوين كتير واش عمر وقع لك ان كود فودغ شو هو واش عمر وقع لك ان كود فودغ لو كود فودغ شو الكود فودغ لاف ات فيرست سايت او لا لا او يا استغفر المره لا لا استغفر الله تمره ما عمر وقع لك تمره مرات كثير زعما دابا ياه علاه شكون كتعني زعما دابا عم بتقول لي عم بتقول لي تزيد تحشمتيني عم بتقول لي في شي مره حبيت من النظره الاولى قلت لها هلا وامل ماهر بيان سور لي معنا واللي دابا دابا بغى يحشمك ماهر وسنا ما جاوبناش هو الا جينا نشوفو ما جاوبناش تهرب ياك بالدبلوماسيه تهرب بالدبلوماسيه اكزاكتو ما تجاوبناش جاوبتك لا قلت لك هذه الحقيقه يا شنو حاجه منها مين بيشوف امال وما بيحبها دونك شنو سالت بالك اون باس ولا هذه اون باس انا يلا من بعد لبنان يعني المدينه البلاد اللي كيعجبك تجي له هو المغرب وسمعنا انك مع مغربيه واش اليوم غادي تختار زوجه مغربيه هذه راها سلمى وفضوليه رامي واش بصح اليوم انت مع مغربيه لان يعني من بعد البلاد ديالك كيعجبك تجي بزاف المغرب وعرفت شوفي المغرب ما بعتبره بلاد غير بلادي خلاص المغرب صار حتى بلاد. من قلبي وبحبه كثير اهم شيء نعرف انه لما يتم النصيب بتم النصيب شرعا وبس يتم النصيب ان كان بالمغرب او باي بلد تاني نرجع نعلن عنه ولكن واش غادي يتم لحديت هلا الخبر ولا مش صحيح يعني الخبر ما قولوش مبروك يا حياه قلبي مبروك لا 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 الخبر غير صحيح الخبر غير صحيح غادي نبقاو لحظه مع الموسيقى ديما والمتعه ديال لقاء النجوم ديالنا من موروكو مول مباشره من الدار البيضاء ديما مع سلمى الفضوليه ايوب ورياض ومزور غادي نبقاو مع اغنيه لامل ماهر لامل ماهر اسمعوا لها لأول مرة اسألني أنا ديال أمل ماهر على أسود دي كونفيدونس دو سوسبانس دي سيتواسيون سوليد اي دو لومور
هذه كانت امل ماهر باسالني انا على اصوات انتم دائما الاستماع لنا وحنا اون ديريكت دو موروكو مول افيك سناء ديما ديما لا بون امبيونس افيك هذا الجمهور الغفير اللي حاضر معنا واللي كيتابع هذه الحلقه الخاصه من ولاد البلاد الشو مع النجم البوب ستار رامي عياش ومع النجمه امل ماهر امل الحمد لله على سلامه مجددا ورامي عياش اللي عامل خبلة في الجمهور رامي اللي كينزل عند الجمهور باش يتصور معهم طب بدي ضيع وقت الشعبي شعبي رامي غادي نوصلوا الفقرة الموالية بلا مكياج غادي تكون مع أمل ماهر اللي عدى بجت كتات معنا مرحبا بك أمل مرحبا هي حتى بلا مكياج احلى احلى بلا مكياج لا مش ممكن احلى احلى مش ممكن احلى انا اللي بقول لك ما فيش احلى انا اللي بقول لك ما فيش احلى انا اللي بقرر هون معك. انا اللي بقرر هون بالجلسه واخا يا سيدي بفقره بلا مكياج سنحاولوا نشوفوا لانفيتا ديالنا امل ماهر عارفين عليك بان انت امل ماهر بديتي لا كارير ديالك بديتي الغناء وانت مازال صغيره وبغيت نعرف اول سؤال ليك هل صحيح ان تم اكتشافك عن طريق واحد الملحن محمد المليجي هو اللي اكتشف صوت ديالك في واحد المدرسه كنتي غير تتغني في مصر واكتشفك واش هذا الكلام بصح لا هو ده كان استاذي في المدرسه هو كان استاذ الموسيقى بتاعي في المدرسه هو اللي اكتشف هو اللي اكتشف الموهبه ديالك وقال لك خصك تولي مغنيه هو تقريبا هذاك الشيء علاش حبستي انا باخذ وقت عشان افهم انت بتقول ايه انت بتحكي ايه طب انت انت لازم تتكلم في الفصحى على فكره الفصحى ولا المصريه انا غادي نتكلم انا اول حاجه بدي انا الايام انا مع رامي في الحلقه دي مبسوطه جدا ان انا مع رامي اول مره اشوف لايف على الحقيقه انا مبسوطه كثير ان انا شفته وهذه اول مره على اصوات وانا سولت رامي وقال لي شكرا لاصوات لانكم جمعتوا بجد مبسوطه قوي شكرا لكم انا مبسوطه ان انا شفته على مستوى الشخصي يعني انا من المعجبين بيه من قبل اي حاجه حبيبه قلبي يلا كمل صافي اليوم ان شاء الله غيخرجوا عاملين جويتهم كمل انا المترجم كمل غادي ترجم لنا رامي عياش وبغيت نعرف بديتي صغيره في الفن كانت عندك 14 15 عام هل البدايه ديالك في الفن في هذا السن ما اثرتش على الطفوله ديالك وعلى الفتره ديال المراهقه ديالك ايه قولي له عن الفتره ديال المراهقه تبعك وانت ابتديت صغيره في الفن هل ما كانش تاثير ما كانش تاثير على المراهقه ديالك وعلى الطفوله لا يعني اكيد ما عشتش حياه طبيعيه يعني زي كل الناس اللي في السن ده بس يعني حاولت اعيش يعني حاولت اعيش سني اعيش حياتي ما احسش ان في حاجه مؤثره عليا بس طبعا كنت مختلفة يعني مش كنت مختلفة بمعنى مختلفة عشان حاجة لا يعني كان صحابي عايشين حياة وأنا حياة تانية خالص مهما عيش حياتي معاهم برضو في حاجة واخداني منهم هو تفكيري في الفن تفكيري إن أنا هعمل عايز أعمل معرفش إيه عايز أسوي إيه كله يعني كان في إطار الفن فأكيد طبعا ما كنتش عايشة حياة كاملة طبيعية يعني كملتي الحياة ديالك عادية وخا أنتي كنتي مهتمة بالفن أكثر من صحباتك شوية شنو مثلا الأشياء اللي ما كنتيش تقدري تعمليها أمل ماهر اللي ما كنتش أقدر أعملها أيوة أنا ممكن أتكلم مصري بس يا ريت بس ما أقدرش في نفس الوقت يا ريت لأنه عشت سنتين في القاهرة وأنا بحيي مراعاة للظروف يا ريت الجمهور المصري كتغمرنا بالإحساس ديال الحب اللي كتحكي عليه الأغنية بواحد الشكل مرهف فريمون ما عرفتش انا جو في ان تور دو تابل وناخذ راي امل ماهر في السنجل الجديد ديال رامي عياش شو احساسك حلوه جدا 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 حتى في تفاصيل صغيره يمكن الفنانين اللي بيعرفوها مموتني يعني في حاجات معينه مغني فيها هتجنن يعني رياض اعتز فيها شهيد لا حبيبي كنسافروا في هذه الاغنيه والاحساسات كلهم كيدوزوا حتى في الموسيقى مش فيرست كلاس فيرست كلاس بزنس كلاس بريميوم فعلا أغنية مذهلة غمرني تعيش اللي تصنتنا لها لأول مرة وحصريا على أصوات وهذا إهداء وشكرا لك رامي على الكادو اللي كتعمل لنا واللي كتعمل للمستمعين الدقائق اللي كتوصلنا على نهاية الساعة الأولى من ولاد البلاد شو احنا دائما مباشرة
مباشرة على أسوات مباشرة معكم من الموروكو مول، وفي هذه الحلقة الخاصة بالبوب ستار رامي عياش وبالفنانة أمل وماهر اللي غادي تلتقي حتى هي بالجمهور المغربي نهار الجمعة المقبل بالقاعة ديال الميغا غاما. رامي غمرني تعيش، كاين مشروع تصوير فيديو كليب؟ ايه هلا بدبي مسافرين دغري على دبي نصورها ان شاء الله. عندك مشاريع قبيله سولتك سلمى الفضولية وقلت اسم الصورة حسيتك ازاي انه جايين بعرف عشان انا باقي هنا كثير ورامي اللي قال لنا انه اليوم كيقضي تقريبا نصف السنة في المغرب. نصف السنة في المغرب يعني تقريبا عشان عندي بزنس حضرتك. بزنس غير إشاعات، بس هي البيزنس صحيح ولا لا؟ البيزنس إشاعات ولا صحيح؟ رامي صح طبعا أكيد. رامي اللي استثمر هذه مدة دخل المغرب واستثمر طبعا نحن عنا سلسلة مطاعم لبنان اسمها وكل الناس بتحبها الحمد لله، وهذه سلسلة المطاعم كبرت كثير دابة في السعودية وفي لندن وإن شاء الله في لبنان قريبا وفي مصر لما يعم السلام إن شاء الله في مصر. أتمنى لمصر كل السلام لأنه هذه بلد أم الدنيا لا تستأهل إلا الخير والسلام والمحبة. قرينا رامي أنه في مشاريعك المقبلة دويتو أوديو مع هيفاء وهبي، صحيح ولا مش صحيح؟ شوفي دايما في كلام بين الفنانين، أول ما يصير الموضوع رسمي 100% بنعلن عنه إن شاء الله. شو المشاريع المقبلة؟ ألبوم جديد هذا ألبوم جديد. غمرني تعيش هو سينجل، ألبوم جديد بيتضمن 9 أغنيات بيخلص بهالشهرين تقريبا 3 وبتم من الإفراج عنه، بس هلأ كل تركيزنا على غمرني تعيش، رح نصورها كليب وتنزل إن شاء الله بالأسواق. منين كنشوفوا الحب ديالك المغرب اليوم؟ بنسولك واش في الألبوم المقبل غادي نلقاو أغنية مغربية؟ انتهت من وضع صوتي عليها أغنية مغربية. شنو هي ممكن نعرفوها؟ كلمات مصعب العنزي، أغنية اسمها الله وكيلي فيك، حلوة الأغنية كثير يعني إن شاء الله نسمعوها. تعطينا ما بقدر لأنه اللحن دغري بينسرق، هي كاتشي شوية الأغنية لوقت. الألبوم فوقاش غادي يكون جاهز؟ شهرين 3 إن شاء الله بالكثير. وغادي يصدر بالمغرب طبعا وعند أصوات في الأول طبعا. الله يخليك يا رامي، شكرا لك كثير على هذا الحب وعلى هذا التقدير اللي إحنا كنتقاسموه معك اليوم على أصوات.